أهلا بكم جميعا في الفيديو رقم 15 من دورة تعلم برنامج الرفت المعماري 2024. في هذا الفيديو هنتعلم طريقة تغيير نوع الخطوط الحوائط في برنامج الرفت المعماري. لو عندنا مشروع زي اللي قدام حضراتكم وعايزين نغير نوع خطوط الحوائط في برنامج الرفت، هنعمل الكلام ده ازاي؟ كل اللي عليك بتعمله انك تروح تقول له من الكيبورد في، بيظهر لك هذا المربع. هتنزل في الاسفل هتلاقي في وولز، اتعلم عليها. تعالى عند الكات هتلاقي في عمود اسمه لاينز، ابتدي اضغط عليه بهذا الشكل. هتلاقي اول حاجه الباترن سوليد، اضغط على السهم اللي جنبه هيفتح لك الانواع المختلفه من كل الخطوط الخاصه بالحوائط في الريفت. ابتدي وليكن هنختار اللاين لاين او الداش او ايا كان النوع اللي انت عايزه، وليكن داش. بعد كده اللون بتاعه لو عايز تغير اللون، بعد كده اللاين ويت بتاعه لو انت عايز تتحكم في اللاين ويت بتاعه، بعد كده اقول له اوكي ابلاي اوكي. اللي حصل ايه؟ ان كل الخطوط بتاعت الحوائط بتاعتك بدل ما كانت سوليد اصبحت عباره عن داش لاين. اوكي، طيب لو في مجموعه من الحوائط معينه انت حابب تخليها سوليد او نوع تاني، بكل بساطه ابتدي اختار الحائط بتاعك، ولو في شبهه عايز تختار لي شبهه تقول له كليك يمين سيلكت اول انسانس انفيزبل فيو، هيبتدي يختار لك كل الانواع الحوائط اللي شبه بعضها. قول له كليك يمين اوفر رايت جرافيك ان فيو باي اليمنت، هيفتح لك هذا المربع. تعال هتلاقي فيه كات لاين، اضغط على السهم هيفتح لك مربع. تعال عند الباترن وليكن هنخليها المره دي عباره عن سوليد، قول له ابلاي اوكي. هتلاقي ان الحوائط اللي انت اخترتها اصبحت عباره عن سوليد والخارجيه اصبحت داش لاين. طيب لو عايزين كمان الحائط ده نغير نوع الخط بتاعه، قول له كليك يمين سيلكت، او لو عايز هو لوحده تعالى على طول قول له اوفر رايت جرافيك ان فيو باي اليمنت. تعالى عند الكات باترن ابتدي غير نوع الخط بتاعه، وليكن هنختار السنتر. لو عايز اغير اللون هقول له وليكن خليه لي احمر اوكي ابلاي اوكي. هتلاقي ان الحائط التاني ده اصبح عباره عن سنتر لاين. دي كده بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه كيفيه تغيير نوع الخطوط الحوائط الخاصه في برنامج الريفت. ازاي تغير نوع الخط من سوليد لداش والعكس او اي نوع انت محتاجه. عايز تغير ترجع الحوائط دي كلها سوليد تاني او شكل بعض، هتقول له في جي، هتنزل عند الوول تختارها وتيجي هنا عند اللاين وتقول له وليكن خليهم لي كلهم داش او سنتر اوكي ابلاي اوكي. بهذه الطريقه ده كده كل اللي احنا عايزين نقوله في الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يكون الفيديو مفيد لحضراتكم، يا رب يكون الفيديو قدم الاضافه لحضرتك. ما تنساش الاعجاب، ما تنساش الاشتراك في القناه، ما تنساش مشاركه الفيديوهات لاصدقائك لتعم الفائده. اشكركم، نلتقي في فيديو اخر باذن الله تعالى.